مرحبا بكم في قناة قضايا محيرة. اليوم سوف نتحدث عن كيان جديد، الكيان 1471. فمن هو هذا الكيان؟ يصنف الكيان 1471 ضمن فئة يوكليد، وإجراءات الاحتواء الخاصة به: يجب مصادرة جميع الأجهزة المحمولة التي تم تثبيت الكيان 1471 عليها، وتحليلها بحثا عن أي معلومات أو إصابة محتملة لأجهزة أخرى قد تتأثر، أو إصابة محتملة لأجهزة أخرى قد تأثرت بعد ذلك. يجب إزالة البطاريات الخاصة بالأجهزة المتأثرة ووضعها في وحدة التخزين 9-1 في موقع البحث 45. فما هو هذا الكيان؟ هذا الكيان عبارة عن تطبيق يدعى مالو الإصدار الأول أو 1.0.0، لا يتعدى حجمه 9.8 ميجا بايت. يمكن إيجاده في متجر التطبيقات الإلكترونية، وعند تثبيته لا يمكن لصاحب الجهاز لا حذفه من الجهاز ولا وجود لأيقونة له مثل باقي التطبيقات، بل يختفي داخل ملفات النظام. بعد تثبيته يقوم هذا التطبيق بإرسال صور لكيان مرعب عبارة عن مخلوق بجسم مشعر ورأس شبيه بجمجمة الحيوان. لمدة تدوم 90 ساعة من التثبيت يقوم هذا التطبيق بإرسال كل 3-6 ساعات صور لهذا الكيان. سوف تصل للضحية صور ورسائل MMS، وفي بعض الأحيان فقط من التطبيق إن كان متصل بالإنترنت، وفي بعض الأحيان فقط تظهر على شاشة الهاتف صور لهذا الكائن. 24 ساعة الأولى سوف تكون فقط رسائل فيها صور الكائن أو ظهور صورة الكائن على الهاتف. بعد مرور هذه الساعات سوف تبدأ صور أخرى بالظهور لأماكن كان صاحب الهاتف يرتادها كثيرا، وهذا الغريب. أما بعد 72 ساعة من تثبيت التطبيق يبدأ هذا التطبيق بإرسال صور للكائن مع صاحب الهاتف في تلك اللحظة التي يستعمل فيها الهاتف، أي صور في وقته الحالي مصحوبة بصورة الكائن مع صاحب الهاتف. بعد مرور 90 ساعة من تثبيت التطبيق يبدأ صاحب الهاتف برؤية الكيان في أماكن مثل المرايا وغرفة نومه، وخاصة الزوايا المظلمة. معظم من شاهدوا هذا المخلوق لاحظوا بأنه يحاول التواصل معهم، لكن لم يستطيعوا فهمه إطلاقا. لكن الحل الوحيد التي تقدمه منظمة SCP للتخلص من هذا الكائن والتطبيق هو إطفاء الهاتف وتجنب النظر للصور المرسلة لمدة لا تقل عن 90 ساعة من تثبيت التطبيق. وهذا المخلوق من ضمن التصنيفات الخطيرة لدى منظمة SCP، لأن هناك هالة من الغموض حول هذا التطبيق. من أين أتى ومن قام ببرمجة هذا التطبيق وما الهدف منها في الأساس؟ لا أحد يعلم. لذلك كونوا على حذر، ولا تنسى متابعة حلقاتنا القادمة. يمكنك دعمنا على موقع باترن، فنحن نقدم هناك العديد من الحلقات التي ليست موجودة على اليوتيوب لأنها ممنوعة. فقط يمكنك دعمنا من $1 إلى $50 شهريا، ويمكنك الحصول على جميع المقاطع ومشاهدتها وتحميلها. فلا تنسى دعمنا، وشكرا لك.